ربما ما أسمع الرسالة مالتكم. السلام عليكم طلابتنا الأعزاء. في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله من محاضرات الأمنية، وعندنا تشابتر الخامس والتشابتر السادس. فطبعا التشابتر الخامس أكثر شيء راح يتعامل ويا البرايم نمبر والأويلر والفيرمات. يمكن أحد هنا تمام. بقية الطلاب الصوت يمكم واضح؟ لو بس يم دعاء. دعاء لربما حاولي تطلعي وتدخلي مرة أخرى، لربما عندك مشكلة بالمايك أو الإنترنت، فحاولي تطلعي وتدخلي مرة أخرى. فهنا عندنا التشابتر الخامس هو بالنسبة للأمنية. احنا راح نركز على بالنسبة مثل ما قلت لكم على البرايم نمبر. البرايم نمبر تعرفون انتو هو الرقم اللي يقبل فقط على نفسه، والواحد يقبل على الواحد ونفسه. يعني عندنا مثلا عندنا رقم 5، عندنا رقم 7، بس ما يصير أقول رقم 9. ليش؟ لأن يعني رقم 9 يقبل على 3، هذا ما يعتبر برايم نمبر. وأيضا عندنا مثلا 11، 13، 17، 19. هذه الأرقام ما بيها بالنسبة لها يعني تعتبروها برايم نمبر. فهنا الفيرمات آن أويلر ثيورم بسيطة جدا، انتبهوا لي عليها طلاب. هنا تو ثيورم ذات امبورتنت رولز ان بابليك كي كريبتوغرافي، فيرما ثيورم ان اويلر ثيورم. فالفيرما ثيورم والاويلر ثيورم شنو نقصد بها؟ طبعا بها قانون. هنا الفيرما ليتل ثيورم، هنا عندنا الاي للبي يساوي لنا الاي مود البي، وهو عندنا شنو؟ عندنا الاي للقوة بي ناقصا واحد يساوي لنا واحد مود البي. شلون؟ هسه نجي ناخذ مثال هنا. يعني ربما اعطاك مثال هنا، يعني انطاك هنا يقول لك البي مالتك ايش قد؟ 7، والاي اريد الاي 3 اند ذن اي 6. يعني شنو يقول لك؟ يقول لك البي عندك هو 7، خذ لي الاي هو 3، ومره اخرى ثانيه خذ لي البي 6. انا طبعا عندي القانون مالتي شي يقول؟ يقول بالنسبه للفيرما ثيورم عندني الاي للبي ناقصا واحد، ويساوي لنا لازم واحد هو اللي هو ياخذ مود البي، مود البي. فهنا عندنا شنو؟ عندنا هنا البي انطاك اياه 7، فاجي هنا الاي انطاك 3، بس تطبق هنا عندك 3 7 ناقص 1 هو 6، ويساوي لنا 729. 729 صحيح يساوي لنا 1؟ لو لا، نجي نشيكها، نجي نشيكها بالكولكليتر. عندنا هنا 729 تقسيم 7، عندنا 104 ورقم. يعني هنا لو نجي يطلع لنا 728، 104، 104 في 7 ويساوي 728. ايش قد عندي؟ 729.
فإذا حقق لي إذا هذا الثيوريم ويساوي لنا واحد. طبعا نحتاج الكالكوليتر دائما. فهنا نشوف طلاب بالنسبة للفيرمات ثيوريم لازم تساوي لنا للرقم واحد على مود البي. شوف على الرقم الثاني هنا أنا عندك ستة الأس ستة، أنا جد عندي سبعة، سبعة ناقص واحد تبقى لي ستة، مود سبعة. فإذا قاعدة طلاب، يعني إذا عندي هنا الرقم اللي قبل المود واللي مود اللي أريد أسويه ناقص منه برقم، ناقص منه برقم، يعني شلون؟ يعني أجي هنا أنا هذا إذا كان أقل من هذا برقم فمية بالمية راح يطلع عندك المود مالته واحد. هذا بالنسبة أول واحدة، والبقية طبعا نفس الشيء بس أمثلة أخرى ياخذها. شوف هسه المثال هذا الثاني، المثال هذا الثاني نفس الحالة، قال إذا عندي بالنسبة للأي هو 2 وعندي للبي هو شقد 2 والبي 17. فيجي هنا نشوف اخذ على القاعده مالته الاي بي ناقصا واحد يساوي لنا واحد مود البي، فيجي اخذ 2 17 ناقصا واحد على القاعده مالتي هو الاي البي ناقصا واحد على القاعده مالتنا بي ناقصا واحد 17 وانطاني ال بي 17 ناقص واحد ويساوي لنا 2 قوة 16 مود ال 17 شقد اقل من عنده برقم، شقد طلع عنده الرقم هنا 6,065,536 تقسيم 17. طبعا تقسيم 17 لو نجي هنا نحسبها هنا نقول 60,065,536 تقسيم 17 يساوي لنا شوف 3,855 هنا 3,855 في 17 ويساوي لنا شوف 65,535 ايش قد هنا و 536 ايش قد الفرق؟ واحد. اذا المود مالته واحد. اذا هاي قاعده طبعا كل ما تجينا يعني بالنسبه للمرفوع الاس اقل من اللي بالمود طبعا يطلع عندك واحد. هنا أنا شوفوا طلاب هنا أنا لربما انطى رقم كبير، هنا أنا مثلا 4 للاس 532 شلون اسويها اني؟ طبعا 532 اذا تجي عليها هنا طبعا هنا بالنسبه للبي بي مالته ايش قد 11 والاي مالته ايش قد انطاه هي طا 4 بي 11 والاي 4 فاجى هنا الاربعة احنا ايش قلنا؟ قلنا شكو رقم اقل من عنده بواحد فالنتيجة 100% راح تطلع عندي شنو واحد. أنا عندي بالنسبة قاعدة هي أي البي ناقصا واحد يساوينا واحد هو مود ال 11، فإذا 4 لس 10 مود ال 11 هو طبعا يساوينا واحد. فأنا أجي هنا عند الرقم 4 لس 532 شلون تتحلل؟ طبعا أنا أخذ رقم 4 أقول للأس طبعا عند الضرب تجمع الحدود، هنا عندي هنا العشرة في 53 يساوي لنا 530 زادا اثنين يساوي لنا 532 اجي اقول الاربعة للأس عشرة للأس هنا 35 ما سويت كل شيء نفس الشيء يعني هنا ليش عم تتخلص من هاي الاربعة على عشرة في الاربعة للأس اثنين توزعت الحدود مالتي فاجا اني والله بعيده بالله اي هنا أنا غيث طبعا انا ليش اخذت هذا الرقم 4 للاس 10 لان انا عندي 4 للاس 10 يساوي لنا 1 ايش قلنا؟ قلنا شكو رقم هنا اقل من ال 11 هذا اذا كان عندي 11 وكان هنا عندي 10 فالنتيجه مالتي راح تطلع عندي ايش قد؟ راح تطلع عندي 1 راح تطلع عندي واحد. فأجي أقول هنا الأربعة للأس 532 شلون أجزأها؟ شلون
أجزأها. طبعاً أنت بكيفك شلون ما تريد تجزأها جزأها، لكن أنا أريد النتيجة بالنهاية. بس أسهل طريقة لك من تشوف هيك، تأخذ عندك أربعة، عندك أربعة هنا، تأخذ أربعة للأس عشرة بالبداية، أربعة للأس عشرة. ليش أربعة للأس عشرة؟ لأن أنت تعرف هذا نتيجتها واحد، فأخذنا أربعة للأس عشرة في أنا إيش قد عند الرقم هنا 532. زين بيا رقم أضربه، زين إذا أضربته بثلاثة وخمسين إيش قد راح يسوي لي؟ راح يسوي لي 530. إيش قد يبقى لي؟ يبقى لي زائداً اثنين، زائداً اثنين. فهنا أنا عندي هاي 530، أنا عندي العشرة في 53. طبعاً عملية ضرب أنا ما سويت شيء، بس جمعتها. هاي عندي، هاي أنا أعرفها تساوينا واحد، تساوينا واحد، هاي تساوينا واحد. الأس أكبر رقم إن شاء الله مليون، فهو الرقم مالتي راح يبقى عندي واحد. هنا أنا عندي زائد، هنا أنا زائد، فش تصير؟ لازم تتوزع الحدود، هاي الأربعة لذول الاثنين، طبعاً عمليات رياضية بالإعدادية خدتوها. هنا أنا هاي راح تتوزع الأربعة على هذا، وتتوزع عندنا الهذا. فعندنا هنا 4 في 10 في 10 في 53 وضرب 4 للأس 2. فهنا عندنا 1 للأس 10 53 هو ثابت 1 53. ليش؟ لأن 4 أس 10 هذا 4 أس 10 احنا طلعناه ايش قد؟ 1. فإجي أخذ 1 في 4 للأس 2 ايش قد؟ 16، صح لو لا؟ 4 في 4 16، فأخذها 16. الواحد للأس 53 هو نفسه واحد في هنا عندك 16 على مود ال 11. احنا كل رقم عندنا يطلع على مود شكد بي خمسة، شكد بي خمسة. فهنا عندنا واحد في خمسة، خمسة مود ال 11 بطلع عندي خمسة مود ال 11. احنا قلنا شكو رقم اقل من المود وراح ينزل نفسه، هذا شلون صار 16 صار 5؟ لان عندي انا 16 مود ال 11، 16 مود 11 قد بيها؟ بيها 1، قد يبقى؟ يبقى 5، يبقى 5، فهذا راح ينزل. طبعا الواحد حتى لو تسوي له 1 مود ال 11 هو راح ينزل 1. فهنا كل رقم تسوي له مود ال 11 تاخذ اخر شيء المود النهائيه تساوينا النتيجة مالتنا 5. هذا بالنسبة يعني طبعا هذا مثال ثاني على مود توضح لكم أكثر. شوف هنا 13 لس 18 يساوينا 1 مود 19. فإذا كان عندي الأي 13، إذا كان عندي الأي 13 والبي كان عندي 19 راح يصير هنا 18، فراح يساوي لنا 1. فعندي ايش قد هنا؟ أنا عندي 36. ال 36 منين جاية؟ 36 جاية من 18 في 2. 18 في 2. واحد يقول أستاذ ليش ما قلنا 13 6 في 6؟ مو هم نفس الشيء؟ نعم نفس الشيء يطلع عندك هنا. بس شنو هو هنا طلاب؟ إذا سويت 6 في 6 راح يدوخك، راح تاخذ النوب اجراء ثاني. بس انت عندك ثابت بين 13 لل 18، 13 لل 18 مود 19 هو ايش قد؟ هو 1. فتاخذ الرقم المناسب لك، تاخذ الرقم المناسب لك هنا على مود تطلع الواحد. ف 13 18 في 2، 13 في ال 18 2 هو ايش قد؟ احنا قلنا هذا قلنا علي 1. ايش قد؟ 1. هنا القوة مرفوع ايش قد؟ 2. 1 ل 2 1 مو 19 هو نفسه راح يطلع عندنا 1، لان اي رقم اقل من 19 راح يطلع عندنا المود مالته. هذا نفس الحالة ايضا هنا 39 نفس الرقم، يعني بس مجرد تطبيق مباشر. هسه هذا بالنسبة للفيمات. بالنسبة للأيلير ثيورم،
الاليا ثيوريم طلاب هنا عندنا هاي القاعدة مالته، قاعدة هنا تقول الاي، هنا عندنا الفاي الاس ان يساوينا واحد مود مود الان. مود الان. بس هنا انا طلاب اريدكم بالنسبة هنا انا يعني اريد اقول لكم بالنسبة هنا انا للالير تنتبهون عليها هنا انا شنو الرقم اللي ناخذه. هنا انا شوف طلاب هنا انا عندنا الشد جي سي دي الاي والان هو يساوينا شنو يساوينا واحد يساوينا واحد. شلون هسه انطاني مثلا هنا الان الان يساوي لنا 10 الان يساوي لنا 10 فهنا يعني اجيت اخذت ال10 هو منين يتكون عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هو ايش ماخذ ماخذ الواحد الثلاثة وماخذ السبعة وماخذ التسعة زين ليش احنا قلنا لازم الاي والجي سي دي للاي والان يساوي لنا شنو يساوينا واحد يساوينا واحد. فأجي هنا طلاب أجي هنا راح أجي آخذ الواحد طبعا 100% يطلع عندي ثابت بس الاثنين ليش ما قبله فأجي هنا عندي جي سي دي جي سي دي عندي راح يصير العشرة العشرة والاثنين شو راح يصير عندي يصير عشرة يساوي لنا أنا عندي شنو الرقم اثنين فشنو الرقم أضربه على يطلع العشرة خمسة في اثنين زائدا صفر. هاي النتيجة هنا الصفر إذا شفتها صفر فهذا الرقم لا تأخذه. فشوف هنا أنا طلاب اللي بيدخل فهنا طلاب شوف الرقم صفر هنا عندي صفر فهذا ما راح أخذه هذا ما راح أخذه أجي على الرقم اللي بعده شوف الثلاثة ليش أخذ الثلاثة هسه أجي هنا أقول عشرة والثلاثة ماشي هسه يساوي لنا شنو عندي عندي عشرة عندي رقم ثلاثة ثلاثة في ثلاثة زائدا واحد شوف ايش قد طلع عندك الجي سي دي طلع عندك واحد طلع عندك واحد فهذا الرقم راح ناخذه الأربعة ما أخذه ليش لأن راح يطلع عندك بالأخير صفر الخمسة الخمسة هم عدد أولي بس ليش هسه أجي أخذ العشرة والخمسة العشرة والخمسة أقول عشرة والخمسة هنا أنا. بالنسبة هنا عشرة ويساوينا 2 في 5 زائدا صفر فإذا طلع عندك صفر ما تاخذه تاخذ فقط اللي يطلع عندك الواحد زين هسه شنو الارقام اللي طلعت عندي شنو الارقام اللي طلعت عندي من هذا العدد 10 هو 1 هو طبعا يقول لك الاي اصغر ان اي اصغر ان يعني يعطيك رقم 10 تبدا من 1 لل 9 مثلا 7 من 1 لل 6 من 5 من 1 لل 4 فهنا أنا عندك واحد إلى التسعة كم رقم طلع عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة نجي الخطوة اللي بعدها هسا أنا عرفت الأرقام مالتي هسا أنا عندي الأي يساوينا شنو على القاعدة هنا مالتي الأي هنا يساوينا أن يساوينا واحدا مود الأن الأي طلعت عندي أربعة مين جبت الأربعة لأن طلعت عندي شنو أربع أرقام أربع أرقام واحد وثلاثة والسبعة والتسعة السائد القبلة طلعنا الرقام هي واحد وثلاثة والسبعة والتسعة فأجي أقول الأي الفاي أن هو شنو الرقم هنا اللي عندي فاي أن الأرقام اللي طلعت عندي يساوي لنا واحد عشرة فأجي أطبق عليهن أجي أطبق عليهن بالنسبة للأرقام اللي طلعت يعني أنا شنو الأرقام طلعت عندي واحد وثلاثة وسبعة وتسعة فأجي أقول واحد للأس
أربعة هذا اللي ينطاني. أجي رقم الثاني ثلاثة، ثلاثة أس أربعة، اللي بعده سبعة أس أربعة، تسعة أس أربعة، على ذني الأرقام الأس مالتهم من هو راح ينزل هذا الرقم. طلع عندي واحد، إيه يطلع عندي واحد. ليش؟ واحد أس أربعة شقد؟ واحد. موديل عشرة هو نفسه أقل. ثلاثة الأس أربعة شقد؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، في ثلاثة 27، في 3 81. لما نقسم 81 على موديل 10 80، ويبقى عندي شقد 1. هم طلع عندي شنو؟ 1. 2401 على 10 طبعا يطلع بيها على 10 يطلع بيها 240. شقد يبقى عندك؟ 1. فيطلع عندك الرقم هنا مضبوط، والبقيه نفس الشيء. هذا بالنسبه هنا بالبدايه بالاويلر ثيوري. هذا نفس الحالة عندنا، راح نجي ناخذ هنا البي والكيو هنا. طبعا هذا نفس الحالة جي سي دي هنا اللي أخذناها، هذا جي سي دي، وهنا أيضا هذا جي سي دي 12. ليش أخذني الأرقام على نفس القبلة؟ بالنسبة للسبعة نفس اللي أخذناها، شلون حسب الأرقام مالته. وهنا عندك بالنسبة إذا كان عندنا بالنسبة للأويلر ثيورم، إذا كان عندي هنا اثنين مثلا أس خمسة، فالقاعدة مالته يقول بالنسبة هنا الكي تجي تاخذ اثنين ناقصا اثنين البي ناقصا واحد، يعني صير اثنين أس خمسة ناقصا اثنين أس أربعة. بس نجي ناخذهن على هاي القاعدة مالتك. هنا على هاي القاعدة، يعني إذا عدنا 2 أس 5 إيش راح يصير عدنا؟ حصير 2 أس 5 ناقصا 2 أس 4. ماشي؟ 2 5 32 ناقصا 16 ويصير لنا 16. هاي راح تفيدنا بعدين بالشابتر اللي بعده، وهو الـ RSA. يعني هنا هذا كله تقريبا مقدمات للـ RSA. بس على مود تفهمون شنو الـ B والـ Q. هنا بالنسبة للـ Euler Theorem، شوف هنا عندي عند هاي الـ Euler Tension Fraction Made عندك ثلاث قواعد بها. الرول الأولية إذا كان رقم عادي برايم نمبر هو 41 فقط، هنا أنا تقول فاي بي ويساوي لنا بي ناقصا واحد. كده عندك الرقم هنا 41 ناقصا واحد ويساوي لنا 40. هم راح ناخذ ان شاء الله هاي بال RSA بالشابتر القادم. هسه اللي بعده هنا اللي قلت لكم عليه طلاب، بالنسبة هنا إذا كان عندي البي للأس ان، بي للأس ان، إذا كان البي للأس ان، فإذا كان عندي هنا 32 2 أس 5 2 أس 5 شلون أحله؟ أجي أقول 2 أس 5 ناقصا 2 أس 4 ويساوي لنا 16. 32 هذا ناقصا 16 ويساوي لنا 16. هاي إذا كان مرفوع إلى القوة البي ان. القاعدة الثالثة تقول إذا عندي أكثر من رقم فاي ان فاي الان، يعني شنو طلاب هنا؟ يعني اذا عندي مثلا رقم، يعني عندي اريد اقول الفاي، فاي هنا سبعة في خمسة، سبعة في خمسة،
راح تتوزع هنا فاي 7 ضرب فاي 5 ويساوي لنا هنا راح تصير عندي على القاعدة مالتي والبي ناقصا 1 فاي 7 ناقصا 1 ضرب باي عندي 5 ناقصا 1 7 ناقصا 1 6 و5 ناقصا 1 ايش قد 4 7 في 4 عفوا 6 في 4 ويساوي لنا هنا 26. هنا اذا عدنا رقم مثلا كبير ال5 600 راح يتوزع هنا مين جتني ال 600 الفاي 2 الاس 3 2 اس 3 هنا 8 8 8 في 3 24 24 وهنا ايش قد عندي 5 قوة 2 25 ايش قد يساوي لنا يساوي لنا 600 يساوي لنا 600 فراح تتوزع شوف راح يوزع الفاي هنا 2 اس 3 بعدين فاي لس 3 هذا اجى هنا وبعدين فاي 5 نفس القاعدة مالتنا شوف هنا 2 اس 3 وزعها 2 اس 3 ناقصا 2 اس 2 بعدين ضرب الفاي 3 هو على القاعدة مالته البي ناقصا 1 وهذا على الأخير بالنسبة هنا 5 اس 2 ناقصا 5 الاس 1 طلع عندنا رقم 160 يعني نجي تحسبها هنا 8 8 ناقصا 4 4 4 في 2 8 هنا عندنا 8 5 اس 2 25 ناقصا 5 يساوي لنا 20 8 في 20 يساوي لنا 160 هاي بالنسبة يعني ملاحظات تحتاجونها مهمة بالنسبة للأويلر ثيوريم والفورما ثيوريم على مود التشابتر اللي بعده وهو الـ RSA طبعا أهم شيء عندنا هناك الـ RSA هي الخوارزمية خوارزمية جدا سهلة حيل سهلة بس تنتبهون عليها وياها بعض الشروحات راح نتوقف التشابتر السادس عندنا التشابتر السابع حيل قريب على التشابتر السادس فراح ما راح ناخذه نتوقف الى التشابتر السادس ان شاء الله على مود ايضا تلحقون طبعا اذا صار بها قرار من العمادة او الوزارة بتقليل المواد فاحنا اكيد 100% راح تتقلل المواد لكم على حسب التعليمات اللي تصلنا بالنسبة هنا الطلاب هذا التشابتر خلصنا نجي على التشابتر المهم هو هذا التشابتر الـ RSA الـ RSA مهم 100% هذا يجيك من عنده سؤال 100% راح يجيك من عنده سؤال الـ RSA الـ RSA هنا public key هنا asymmetric algorithms rely on one key for encryption and different but related key to decryption this algorithm has the following important characteristic بها نقطتين هنا characteristic هنا عندنا it is computational invisible to determine the decryption key given only knowledge of the cryptographic algorithm and the encryption key هذا القاعدة الرئيسية اللي بي بالpublic key crypto system هنا عندنا additional for algorithm such as RSA that exhibited the following characteristic هنا either are two related key can be used for encryption with the other use decryption طبعا بي كي اثنين كيات موجود عندك البابليك والبرايفت كي هذا اللي تستخدم بالنسبة لل RSA البابليك كي انكريبشن 6 انجريدينتس اللي تكلمنا عليها البلين تكست نفس الحالة طلاب عندنا بلين تكست عندنا يعني مسج اصليه نريد نشفرها عندنا انكريبشن الجوريثم وبعدها راح نسوي عمليه انكريبشن وعندنا المود عندنا البابليك والبرايفت كي اللي تكلمنا عليها عندنا نقطتين اثنين بابليك وبرايفت كي وعندنا السايفر تكست بعد ما هي تطلع لنا السايفر تكست وبراها السايفر تكست انا اريد الديكريبشن الجوريثم
هذا الرسم اللي أخذنا إحنا قبلها الانكريبشن والديكريبشن الجوريثم الرئيسية. عندنا بلين تكست تدخل هنا الانكريبشن الجوريثم بعدين ترانسفورم سايفر الاليس هنا البرايفت كي عملية ديكريبشن بعدين يطلع المسج الأصلي. بالديكريبشن راح تنعكس عندي العملية. أجي هنا أنا أخذ السايفر تكست على مود أطلع البلين تكست. الRSA algorithm the essential step are the following. Each user generate pair key to be used for an encryption and decryption message. عندنا مثل ما قلنا يعني كيات اثنين public والprivate على مود أن نشفر المسج على مود عملية تشفير وفك تشفير المسج. هنا each user place one of the two keys in public register or other accessible file. This is the public key. The company key is kept private. طبعا هذا عندنا البرايفت كي مهم جدا بالRSA. Now if Bob wish to send a confidential message to Alice, Bob encrypt the message using Alice public key. يعني هنا أنا يقول لك إذا Bob يحب يرسل رسالة يعني رسالة ضرورية إلى أليس، فهنا أنا بوب لازم يسوي إنكريبت للمسج باستخدام البابليك كي، باستخدام البابليك كي مالت أليس. هنا أنا when أليس receive the message she decrypt using her private key. يعني لما تستلم المسج طبعا نفس العملية اللي تكلمنا عليها بالشابتر الأول، طلاب عند برايفت كي وعند بابليك كي لما يستلمها وبعدين يشفرها باستخدام البابليك والبرايفت كي، لان انا ادز رساله خاصه لشخص معين بس انا عندي المفتاح الخاص اللي اقدر اشفر مسج، اما البقيه ما يقدر يفتحون المسج مالتهم. هنا الار اس اي هي اسمها ريفيرس ان شايمر اودهام. طبعا سكيم ها سينس ذا تايم زاينز سوبرمي are the most widely accepted and implemented general purpose approach in public key encryption. فهنا أنا راح نجي هنا أنا طلاب يعني على الخوارزمية مالت ال RSA. هنا أنا طلاب عندنا طبعا هو بالسؤال راح ينطيك البي وراح ينطيك الكيو، راح ينطيك البي وراح ينطيك الكيو. يقول لك البي والكيو both prime. Both prime يعني لازم اثنيناتهم يكونون برايم. شنو معناته برايم؟ يعني لازم اثنيناتهم ما يقبل الرقم الا على نفسه او على واحد، هذا بالنسبه للبرايم نمبر. بعدين اريد اطلع الان، اطلع الان. الان هو يساوي ان البي ضرب الكيو، البي ضرب الكيو. نسوي عمليه كولكليت هنا فاي ان البي ناقصا واحد والكيو ناقصا واحد. هاي اطلع الفاي ان، الفاي ان الان اقول بس البي ضرب الكيو. الفاي ان اقول البي ناقصا واحد والكيو ناقصا واحد. مين اجيب البي ومين اجيب الكيو؟ البي والكيو هو راح ينطيني اياهن بالسؤال، راح ينطيك البي والكيو وراح ينطيك الان، راح ينطيك عفوا الام المسج مالت اللي تريد تشفرها. select integer e، شوف هنا select integer e يقول لك gcd بين الفاي ان هنا طلاب بالنسبه وانا هسه هنا جينا هنا بالنسبه وصلنا للاي، يقول الجي سي دي مالت الفاي ان والاي هو لازم واحد بين الواحد وهو اكبر هنا اكبر وهنا اصغر من الفاي ان، لازم من الفاي ان. والجي سي دي هنا لازم بين الفاي ان يساوينا ايش قد؟ يساوينا واحد، يساوينا واحد. بعدين الدي، هذا الدي الكولكليت الدي راح ناخذها، والدي الاي ماينس واحد هذا بالنسبه للديكريبشن. وعندنا هنا على مود نشفر السايفر تيكس هو يساوينا السي الام اللي ينطيني اياها على الاي مود الان،
مود الام والسايفر تيكس يساوي ان الام سي للدي مود الام. هذا على مود اطلع البلين تيكس مالتي. بس نجي ناخذ مثال ونشوف الحل مالته. طلاب هنا انتبهوا لي، طبعا هو بالسؤال بالسؤال يعني منطيك هنا البي البي يساوينا 3 والكيو منطيك اياه يساوينا 7 وبالنسبة للمسج الام الام منطيك اياها يساوينا 4. شوف مرات بالسؤال مرات بالسؤال ينطيك رقم ومرات مسج، فإذا أنطاك 4 تمام تأخذ أنت الرقم، إذا أنطاك كحرف فلازم تحولها تحولها على أرقام مالتنا. فمثلا هنا أنا قال لك المسج مالتك هو اللي نريد نشفرها هو E، المسج هو E. فهنا تجي تقول المسج مالتي ام يساوينا نحسبها 0 1 2 3 4، فالمسج مالتنا شقد هو 4. هسه البي ينطيك اياها والكيو ينطيك اياها والام ينطيك اياها، ومرات الاي الاي ينطيك اياها ومرات لا لازم احنا نطلعها. شلون نطلعها؟ ساعلمكم عليها. طبعا هنا أنا اول شيء طلاب هنا choose two primes. البي منطيني اياها 3 منطيني اياها 3 ومنطيني اياها 7. هاي بالنسبة للبي والكيو. اطلع بعدها الان اطلع الان هنا انا نجي هنا أنا ناخذها تكون واضحة لكم. هسه هنا طلاب شو يقول؟ يقول هنا نطلع الان هو البي ضرب الكيو، الان هو البي ضرب الكيو بي ضرب الكيو. شد عندي البي 3 ضرب 7 شد يطلع لي 21. الان هسه انا شقد طلعتها 21. مين جبت ال 21؟ هو منطين بالسؤال البي هو 3 والكيو 7، فعندنا هنا الان هو البي ضرب الكيو 3 في 7 21. الفاي ان الفاي ان هو هذا مال الاويلا هنا شو يقول؟ يقول هنا عندنا البي ناقصا 1 والكيو ناقصا 1. شنو عندي هنا البي؟ عندي 3 ناقصا 1 ضرب الكيو هو 7 ناقصا 1 ويساوي لنا عندنا 2 في 6 ويساوي لنا ايش قد؟ 12 ويساوي لنا 12. تبهول على الخطوه اللي بعدها. طبعا اكثر المرات الطلاب ما ينطيكم اياها، اكثر المرات ما ينطوكم اياها. انت لازم تطلع الاي سلكت انتجر. شوف الاي الاي هنا عندنا بالنسبه احنا الارقام هنا عندنا الواحد وال12. طبعا احنا ايضا هنا اخذناها وينها والله شوف لكم اياها. هاي عندنا 1 و5 و7 و11 بالنسبه الفاي ان، الواحد والخمسه والسبعه وال11 هاي بالنسبه للرقم 12. انا شنو عندي هنا؟ انا شو يقول؟ يقول بالنسبه للاي بالنسبه للاي
هو لازم يكون أكبر من الواحد، هذا الإي، ويكون يكون أكبر من الواحد وأصغر من الفاي أن، وأصغر من الفاي أن. هسان شين عندي؟ عندي الواحد وعندي الاثناعش، يعني الرقم لازم يكون بين الواحد بين الاثنين ويكون إلى الاهداعش. بس إيش قاعد يقول لك هنا؟ أنا الجي سي دي مالت الفاي والأن والإي يساوينا واحد، فأنا إيش كم رقم عندي؟ إيش كم رقم؟ هي أكثر شيء طلاب تعتمد على، يعني بهيجة على البرايم نمبر. يعني عندي هنا الرقم الاثناعش على البرايم نمبر، احنا عندي الواحد، عندي الواحد خمسة، وعندي سبعة، وعندي الاهداعش. ايش كم رقم عندي؟ عندي أربع أرقام. أنا لازم أختار شنو؟ أختار رقم واحد، أختار رقم واحد. فهنا أنا الرقم الواحد الإي سبعة. زين واحد يقول ليش الصاد اختار السبعة؟ أقول له بكيفك. يعني أنت تقدر، أكو واحد طالب أخذ الإي، الإي أخذها خمسة، وكو طالب الأخ أخذها 11. شبيهن ذني؟ هذني كلهن الجي سي دي أي مالتهن الفاي الأن والإي يساوينا واحد، يساوينا واحد. إذا أخذت خمسة خطأ، لا مو خطأ، وإذا أخذ السبعة مو خطأ، وإذا أخذت 11 مو خطأ. ليش؟ لأن بالسؤال ما قال لك الإي يساوينا سبعة. في حالة، في حالة بالسؤال ينطيك الإي يساوينا سبعة، أنت مجبور تأخذها وراح تخلص من عندها، ما تدوق نفسك يا رقم تأخذه. بس بما أنه ما قال لك، فأنت تأخذ الرقم اللي هو بين الواحد وأكبر من الإي والفاي إن، بس لازم يساوينا واحد. هنا إذا انطاك إياه فتأخذه مباشرة، إذا ما أعطاك إياه فأنت تأخذ الرقم، وأي رقم بين هنا الجي سي دي أي مالته يطلع واحد وأكثر شوية البرايم نمبر، فحلك صحيح. يعني إذا طالب أخذ خمسة وطلع ناتج، وسبعة طلع ناتج، والإهداعش طلع ناتج، فكل الحلول صحيحة. ليش؟ لأن هنا الإي هي الأصل مالت الار اس اي، الإي هي أصل الار اس اي. فنجي نكمل الحل مالتنا. طبعا اللي عرفناها شلون نطلعها، هسه نجي هنا عندنا يقول الكي هنا الان والإي، هي عندنا الان هو 21 والإي 7. عن شين القاعدة مالت السايفر تيكس؟ تقول لي، تقول لي الام للاي مود، مود الان. ماكو سي، الام للاي مود الان، بس مجرد يعني اطبق الام، اجي عليها المسج اللي انطاني اياه شقد؟ قال لي اي او رقم اربعة. بالسؤال ينطيني اياها الام يساوينا اما رقم اربعة او اي. اذا اعطاني اياها حرف احولها الى رقم، هنا أنا اربعة، اجي الاي شنو اعطاني اياها؟ اعطاني اياها سبعة، لان انا اختارت السبعة. طالب ثاني قال انا اختار 11، حلك صحيح، لان الاي هنا أنا الاي مو ثابتة باعتمادا على بالنسبة للجي سي دي اي مالتها هي والاي لازم تساوينا واحد. اجي هنا المود الان، الان منين اجيبه؟ اجي هنا انا طلعت الان، هذا الان شنو عندي؟ 21، هذا 21، اقول 21. طبعا السي يساوينا الاربعة القوة سبعة، يعني هنا أنا سبع مرات تكرر الاربعة، فتساوينا 16,384. هسه اشوفكم اياها هنا على الكولكليتر، نقول سبع مرات 1
ثلاثة أربعة خمسة ستة هاي سبعة 16384 16384 بالنسبة لأربعة قوة سبعة. أجي أقسمها على 21 شت طلعت لي 780، فأجي أقول 780 في شد عندي هنا أنا 21 على مود نطلع الموت 16380 جد عندي هنا أنا 84. إذن الحل مالت شقد يساوينا 4 يساوينا 4. هذا بالنسبة للإنكريبشن، هذا بالنسبة للإنكريبشن. طلع إذا راد من عندك الإنكريبشن طلاب تتوقف إلى هنا، تتوقف إلى هنا. إذا راد من عندك الديكريبشن تستمر بالحل. هذا القاعدة مالت الديكريبشن، القاعدة مالت شو تقول؟ تقول عندي قاعدة تقول الام هذا المسج مالتي يساوي لنا السايفر تكس اللي طلع عندي هنا أنا أربعة لد دي مود الان مود الان. هسه واحد يقول هذا الدي مين نجيبه؟ طبعا انت ما عندك الدي بي قاعده. دي يقول هنا أنا الدي يساوي لنا الاي انفيرس فيرس الواحد مود موديل اويلر موديل اويلر اللي احنا طلعنا هذا الاويلر هنا أنا. مود الاويلر. فاجي هسه دي هنا أنا. دي يساوي لنا الاي انا طلعه ايش قد سبعه نفسه هو هذا سبعه اللي طلعته الاي هنا أنا سبعه ناقصا واحد مود الاويلر ايش قد هنا أنا الاويلر 12. انتبهوا لي علي طلاب هنا هنا من يصير عندك مال الانفيرس من يصير عندك مال الانفيرس شلون نطلعه؟ هنا نجي هنا على الدي الدي يساوي لنا اقول هنا عندي هذا سبعه هذا سبعه شنو هو الرقم اللي اضربه ويا السبعه هذا على مود من اقول موديل 12 يساوي لنا واحد. فأقول سبعة في مثلا قلت سبعة مثلا أنا قلت سبعة في خمسة سبعة في خمسة 35 موديل 12 موديل 12 بها 12 و 12 أربعة هنا أنا. يجي كولكليتر هنا أنا 35 تقسيم 12 بها 2.9 راح تصير أكثر 7 في 5 مترهم عندنا ليش؟ لأن يعني عندنا هنا أنا 2 بها 2 في 12 24 وتبقى عندنا 11 تبقى عندنا 11 فهذا شبي ما راح يفيدنا. اقول رقم ثاني رقم 6 7 في 6 42 40 42 تقسيم 12 ويساوي لنا 3.5 ف 3 في 12 ايش قد 36 ايش قد تبقى 6 هم تفيدني. هسه اجي على اللي بعد الرقم 7 في سبعة سبعة في سبعة مود الاثناش مود الاثناش صح هاي مود الاثناش هل يساوي لنا واحد لو لا؟ أحد يقدر يجاوبني طلاب؟ طلاب
بس عندي 7 في 7 موديل 12 يساوي لنا 1 لو لا؟ يلا شباب من يتبرع؟ اللي ما يريد يحكي يكتب لنا. ها طلاب، هسه عندي 7 في 7 موديل 12 يساوي لنا 1 لو لا؟ عبد القادر، يلا طلاب أريدكم تتحلون هذا. بالنسبة هنا 7 في 7 موديل 12 هل يساوي لنا 1 لو لا؟ يلا وينكم؟ ليش غيث ما يطلع؟ افتح المايك غيث، افتح المايك. سام وش سوا في سوا 9 4 انت تقسيم 12 تطلع 4 تقريبا مو 12. اي صحيح. اي هسه انت وصلت للحل، يعني هسه هنا يعني 7 في 7 49 موديل 12 قد بيها احنا المود شنو وش قلنا عليه المود؟ ها غيث؟ الباقي السابق الباقي صح لو لا؟ هسه صحيح 7 بس في صفر 7 باقي ما باقي ايش قد باقي القسمه عندنا هنا؟ 9 4 التقسيم 12 تطلع 4 دقيقة اي استاذ 4 4.0 اي مو 4 بعد والباقي 1 4 والباقي 1، فاحنا بالمود شو نسوي؟ ناخذ الباقي صح لو لا؟ فهنا صح صح الباقي مالتها اذا 1، فشنو هو الرقم اللي فادنا هنا؟ الرقم اللي فادنا هو 7. الرقم اللي فادنا هو 7. فاجي الحل مالتي هذا الديكريبشن. يطلع الديكريبشن مالتنا شو يقول؟ هسه الدي احنا طلعناه 7، تعال القاعده مالتي، القاعده مالتي شو تقول؟ بالنسبه للديكريبشن هذا المسج يساوي لنا تي الدي مود الان، مود الان، الان نجي السي هو هذا اللي طلعناه هنا بالنسبه بالانكربشن الاربعه 4، الدي وين هذا؟ الدي الرقم اللي فادنا هذا الواحد، انا ليش هذا ما اخذ الواحد؟ هذا الواحد بس اريد اشوف الرقم مالتي هل يحقق للشرط او لا؟ شو وقت يحقق للشرط؟ اذا اخذت الرقم وضربته بالمالتي الانفيرس سويت له مود ويا الاويلر طلع عندي 1، فاجي اقول الاربعه 7 مود الان، مود الان، الام هنا أنا يجي عندي مود، فاجي هنا 4 7 ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا 16000. هسه طلعناها 16384 ماشي. اقول له مود من هو الان؟ اجعل الان وين الان؟ هذا الان، الان هنا 21 21 ويساوي لنا المسج مالتنا يساوي لنا 4. لما اجي هنا انا اقسم قبل شويه شفناها 16384 تقسيم
2021 780 أقول 780 في 2021 ويساوي 16380 جد الباقي 4. أجي أتشيك هنا طلاب آخر شيء أتشيك إيش قد طلع عندي هنا المسج إيش قد طلع عندي هنا هذا 4 وطلع عندي هنا 4. إذن عملية الانكريبشن والديكريبشن مالتي شنو صحيحة. فإذا طلع عندك رقم بالديكريبشن يختلف فالرقم مالتك خطأ. بس ما يصير أنت إحنا شو اتفقنا بالنسبة للإي أخذناها 7 لما تأخذها الرقم هذا 7 مو تأخذ الرقم الثاني بالديكريبشن. لا إذا أخذت بالإنكريبشن 7 فبالديكريبشن هم نفس الحالة تأخذ 7 وإذا أخذت رقم ثاني 11 فلازم تأخذ بالإنكريبشن والديكريبشن. إذا طبقت مرة أخرى لا بهاي الحالة أنت تقدر تأخذ رقم ثاني. هذا عندنا هنا بالنسبة للبابليك كي الكريبتو سيستم الاوثنتيكيشن هذا اخذناه بالشابتر الثاني. عندنا المسج الانكريبشن الجوريثم والديكريبشن الجوريثم والديستنيشن والكي بير. هنا قلنا لكم المسج هي المسج الرئيسية اللي يريد نشفرها وبالنسبة للانكريبشن نطبق عليه خوارزمية التشفير. يعني مثلا عندنا هنا بالهذا الشابتر ناخذ الار اس اي طبق عليها خوارزمية الار اس اي وعملية الديكريبشن هو فك التشفير المسج الرئيسية اللي احنا نريد نطلعها. اول شيء طلعنا المسج وسويناه عمل تشفير بعدين اريد احنا مو قلنا بوب يرسل رسالة لأليس فأليس باستخدام البرايفت كي مالتها تقدر تطلع الديكريبشن والكي بير سورس هو هذا. هذا طبعا الرسم مطلوبين تحفظونه وهذا بالنسبة للأوثنتيكيشن. وعندك هنا بالنسبة للأوثنتيكيشن عن سيسري اللي عندنا هنا المسج والنكريبشن أيضا هذا مطالبين بحفظه. والأبليكيشن فور بابليك كي كريبتو سيستم عندنا ثلاث شغلات الانكريبشن ديكريبشن ديجيتال سيجنتشر وعندنا الكي الاكسشينج. واخرا عندنا فور بوسيبل ابروتش تو اتاكين ذا ار اس اي الجوريثم. طبعا اربع شغلات ممكن تتعرض لها الار اس اي الجوريثم يعني هنا البروت فورس والماثيماتيكال اتاك والتايمين اتاك وتشوزن سافتكس اتاكس. البروت فورس هذا اللي قلنا عليهم المهاجمين ماثيماتيكال اتاكس الرياضيه الهجوم الرياضي تايمينج عن طريق الوقت this depend on the running time of decryption algorithm فهذا على الوقت يقدر يسوون عملية. فهي أحد الشغلات الممكنة أن نسوي هجوم للـ RSI. تمام هسه هنا عندنا آخر شيء انتهينا من الفصل السادس. طبعا أنا حاولت أقتصد لكم بالفصل الخامس والرابع والخامس والسادس والشغلات الرئيسية فقط أما اللي موجودة بالملزمة هي مطولة جدا بس حاولت أوصل لكم الفكرة في وقت قياسي. وأيضا إحنا مطالبين بأن نقتصر للمادة للطلاب فعندنا طبعا شابتر أخير بس هذا الشابتر ما راح ناخذه راح نتوقف إلى هذا الشابتر لأن الشابتر اللي بعده تقريبا قريب جدا على RSI واخذنا من عنده هواي شغلات فمكررين بيها فما يحتاج أن ناخذها مرة أخرى بالنسبة هذا الفصل النهائي. وطبعا أي سؤال أي استفسار عندكم ممكن يعني تدزوا لي إياها بالإيميل وإذا أحد عنده أي سؤال استفسار هسه يقدر يفتح المايك ويوضح لنا. أحد طلاب عنده أي سؤال استفسار خلي نوقف الريكوردينج